نجي بعد أن عرفنا وبعد أن نصبنا الكل بين هو شنو. قلت لك هاي ممكن تحط مثلا A B C D، هنا تحط A B C D كل شيء عادي براحتك. نجي للفويد لوب، خلينا نشوف باللوب ماذا شو راح يصير. طبعا أنا مسوي بس اللوب بس بشغلتين، المطور الأول المطور الثاني، ما ساد البقية. بعدين أفتحهن واحدة واحدة، أكتب الكودات لأي شيء أريد أكتبه. بس هسه شو راح يصير؟ راح ينفذ الكود بس هذا، بس هذين الاثنين اللي هن متلونات هسه هنا عندي. البنات مالتي من 4 و5 و6 و7، الكود مالتي ديجيتال رايت. هو البن مالتي ديجيتال لا مو ديجيتال، مختار ديجيتال مو انالوج. فاذا اكو بالاردوينو فيك بانه هذا البن اللي انا سويته اوتبوت يعطيني اشاره، شلون اكتب الاشاره؟ رايت. اذا اريد يقرا الاشاره اكتب ريد. فشي كلش بسيط، يعني اذا اريد انا هذا البن مالتي اللي هو البن 7 اريده يقرا اقول له ديجيتال ريد، بس بانه هو اوتبوت اصلا مو انبوت. لو اكتب انبوت اكتب ريد، بس ما دام كاتب اوتبوت اذا لازم اكتب رايت، ومو هو ديجيتال. فاذا ديجيتال رايت راح يكتب لي هذا الانبوت 7 هاي، الهاي واللو، الهاي 5 فولت اللو 0 فولت، تمام. فانا اقول له اول ما يبدا اللوب راح يسوي ديجيتال رايت 7، البن 7 اللي هو مرتبط بانبوت 1 تمام اللي بالدرايف، راح اقول له هاي 5 فولت، والبن 6 اكتبه لو، ولو وبلو بن 5 وبن 4 كلها اريد اللو فقط. هذا هاي طبعا، هذا وهذا متوصلات بماطور، وهذا وهذا متوصلات بماطور. فاذا بهاي الحاله اكو فولتيه 5 فولت وصفر، راح تجي السويتش راح يشغله باتجاه امامي، وهذا ما راح يشغله اصلا الماطور الثاني. وهنا بعد طبعا اكو شيء اسمه ديلي، الديلي بان وقت راح اقله تاخير 3 ثواني، يعني يظل هذا الكود يسير، يعني هذا الماطور راح يشتغل فورورد، لان هاي مثلا فولتيه اي ناقص فولتيه بي، فولتيه اي ناقص فولتيه بي، فولتيه اي ناقص فولتيه بي راح يصير 5 ناقص 0 5 فولت، فراح يمشي فرضا 5 فولت، او هو بالاحرى راح يفتح السويتش مقدار 5 فولت، لكن راح يمرر الفولتيه مالت من، راح يمرر الفولتيه مالت البطاريه اللي هي 9 فولت، تمام. هو على 5 فولت راح تطلع منه لهنا، شغل السويتش تقدح السويتش 5 فولت، تمام. طبعا هنا القدح من الصفر، فراح يقدح 5 فولت للسويتش، السويتش راح يمرر الفولتيه 9 فولت المن للماطور فرضا هذا او الماطور هذا، لان عندنا ماطورين، تمام. فانا اذا اقول له طبعا الهاي الهاي راح يصير السويتشين الفورورد، يعني هن ذني اربع ادخالات للدرايف، لكن كل واحد بسويتشين، هذا يقدح سويتشين، هذا يقدح سويتشين، هذا يقدح سويتشين، هذا يقدح سويتشين. فالسويتشين وهذني يعني سويتشين هاي فرضا S1 و S2 و S3 و S4 لو، S1 و S2 و S3 و S4 مالت الماطور الثاني انا مطفيهم. فاذا هذني خاصات بالماطور الاول فرضا الماطور اليمنى، وهذني خاصات بالماطور اليسرى مالتي. بعد 3 ثواني راح اعيد الكود بس اكتبه بغير صيغه، راح اسوي هذا لو هذا لو، يعني الماطور الايمن فرضا ما يشتغل، تمام. اثنين لو، يعني الاس 1 واس 2 لو واس 3 اس 4 لو. اجي للاتش بريدج الثاني، الاس 1 والاس 2 لو، بس الاس 3 والاس 4 راح اشغلهم هاي، راح يشتغل باتجاه العكسي، يفتر باتجاه العكسي، تمام. وهم يستمر الى 3 ثواني، وهذا اللي ممكن اغير من شلون ما اريد. اذا حطهم كلهم لو الى مثلا 3 ثواني او 4 ثواني كلهم لو، اكيد راح ولا واحد يشتغل. خل اشوف الكود مالتي هسه انا من اشغله ايش راح يصير. هذا الماطورات الاثنين طبعا هسه متكنك باللابتوب، جاي على باور من اللابتوب، و بعدين احربط لكم هنا فد مراوح 2 عمود تبين اتجاهات الحركه هسه بس خليني اجربها. وهذا الاردوينو جاي على باور، والدرايف ما جاي على باور لان انا فاصله منه هسه، بس مجرد احطه راح يشتغل الكود. انا الكود مصعده، طبعا تصعيد الكود شنو؟ عن طريق بداية اسوي له تشيك هنا فيريفاي بانه اذا الكود ما عندي خطا فيه، اهم شيء تاكد من التسميات بانه انت التعريفات اللي عرفتهن يكون نفس هنا نفس هنا نفس هنا بهاي الصيغه، تمام. وقلت لك هسه ذني
خاصات من الموتور فرضا اليمين، هذني خاصات من الموتور اليسار، كل واحد بيه سويتشين، هذا هاي السويتشين اس 1 اس 2 تمام، هذا اس 3 اس 4 اس 1 اس 2 اس 3 اس 4. هسه حكيت لكم همين تفاصيل هنا. هالنوبة قل له ابلود، يعني من اسوي التشيك قل له ابلود، من تقول له ابلود راح يحمل يكون مكانك اليو اس بي، يحمل الاردوينو مالتك، هالنوبة تجي تربط الدرايف، تكمل التوصيلات مالتك مال الدرايف. هسه خلينا نجي نشوف اشتغل هذا الموتور 3 ثواني، اشتغل هذا الموتور 3 ثواني، يعيد لوب 3 ثواني، يعيد 3 ثواني، وهكذا، لان الكود مالتي هيك قاعد يشتغل. فرضا هذا اليمين وهذا اليسار اي شيء، ويستمر الى ما لا نهايه الا انا افصل انا الباور ينطفى. هسه نجي نغير بالكود مالتنا، ما اسوي مثل هذا الكود، كتبت كود بسيط طبعا، الفوق بعد ما غير به، هذا الفوق ابد ماكو تغيير، التعريف والسيت اب ماكو تغيير، يجي التغيير هو باللوب. اللوب ضفت له واحد، طبعا سويت ثانيتين ثانيتين، عمود العمليه اسرع، ثانيتين ثانيتين ثانيتين، يعني هاي شوف 1000 ملي سكند، فتصير مثل 2000 ملي سكند، يعني ثانيتين، على مود تقدر تشغل اردوينة بالملي سكند كلش عادي. تحتاج بعدين بالكودات المتطوره. الحركه الثالثه اللي اسويها، هذا اشتغل هاي باتجاه الفورورد، هذا اشتغل هاي باتجاه الباكورد الموتور الثاني، هذا ولا واحد يشتغل لمده ثانيتين، خلينا نشوف صحيح ولا راح يشتغل ثانيتين، اشتغل ثانيتين، اشتغل ثانيتين، ولا واحد يشتغل ثانيتين. وهكذا تفصل اثناء الكود يدفع اول ثاني. ضفت تسميات هنا او تعريف هنا، بانه هذا من احط سلاشين تمام، باك سلاش من احط، اقدر اكتب اي كومنت انا اريد تمام. نضيف التعريفات خلينا نقول للكود الاول هذا، بانه يشتغل اس 1 واس 2 هاي للرايت موتور، واس 3 اس 4 ما يشتغل، وهنا نفس الشيء ما يشتغل ليفت موتور. اقدر اخلي طبعا الموتور يشتغل نفس الوقت كلش طبيعي، بانه اخذ هذا الكود كوبي، راح اجي اضيف هنا، راح اخلي هذا هاي وهذا هاي، فراح يشتغل اس 1 واس 2 مات الرايت موتور مات الليفت موتور، راح يشتغل الثلاثه بنفس الوقت كلش عادي. هذا هذا بالفورورد، هذا فورورد، باكورد ما يشتغل. واذا انا عمليه عكستها نفس العمليه، اكتب كود مره ثانيه، يجي يقول هذا لو وهذا هاي وهذا لو هذا هاي. يحترم اتجاه العكس تمام. يبقى المهم الاس 1 اس 2 نفسه، اس 3 اس 4 اس 1 اس 2 اس 3 اس 4. تشيك كود، ما مشي الكود، حمل الكود، راح يكتب لي ابلودينج، دون ابلودينج، اروح على ال فورماتي احشوف يا حبيبي. طبعا كلهم يبديه من البدايه، شنو موجود بالبدايه ويرجع مره ثانيه يعيد، يعني اول ما يشتغل بس الموتور الرايت، انه راح يشتغل بس الموتور الليفت، انه ولا واحد يشتغل، انه بيشتغل الرايت والليفت الاثنين فورورد، انه بالرايت والليفت الاثنين باكورد، وطبعا كله سرعه فول، سرعه ثابته. خلينا نشوف اشتغل ثنس، اشتغل بس هذا، ثانيتين وقف، يشتغل ثلاث سوا، يشتغل ثلاث سوا بالعكس، يشتغل بس هذا، يشتغل بس هذا،